بنات خيشات سا أرسلنا الله تولوز. السلام عليكم. السلام. جيجي بخير. بخير. هاني ماك تعطلتي. شتي فلوس؟ ها هما الفلوس رانا شادو فيدي ها. السلام خويا بخير لاباس بخير شوف. خدم بعقلك. شوف الله يرحمك والديك السيمانة الجاية العرس ديال بنت خالتي. والكلمة ديال شوف كلمة ديال الرجالة. اشي كان نجيب لك. سبقات قرا. سالي سي القراية وي لي دايما الوالي واش عاجبك التمال ابويا اودي راه تقرايتها تحياي وتاخذي بالناي بيع وشري وما بغات شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بالأنسة أهلا بالقورية ديالي. فين الزين؟ ويلا بخير. الحمد لله. عا كنشوفك يلاه سي نعاودش لك. ما تعاودش لي. راه لي راهي فلوس بغيت نمشي نخرج جلابه مع الخياط. هي اللي عطيتك 16000 البارح. هو عطاتيني 16000 ومشيت خديت بها الثوب، خديت الثوب ديال المليفه، يوم المليفه الا بغيتيها حقيقيه راه خاصها ما تكونش كتحبها وخاصها تكون غاليه. ونخلص لك انا داك الشيء اللي بغيتي، ولكن صبر عليا. سالي؟ صبري حتى العشية. راه لا راني شوف البارح مشيت خديت الثوب ديته عند السيده باش تخيطوا لي. دايره معاها اليوم باش والله القسم لا شيطانيه 140 اليوم 7 دراهم باش تغديت انا باش حتى شويه ديال الشاي السكر واش هادي طايب وخبيزه والله ما عدل. ايوا اش كنجيب لك؟ شوف الله يرحمك والديك السيمانه الجايه العرس ديال بنت خالتي. والكلمه ديال شوف كلمه ديال الرجاله اش كنجيب لك؟ راه خاصني باش نكري عاوتاني وخاصني بغيت نقش وباش نمشي عند كوافور. اللي خاصك نوجدها. ايوا هكاك تقول لي ما عنديش. قايل لي على خاطرك. وما نعرف هكا واقيلا بغيتي نتفرج عليك. واحد الله يسعدك. انا جاي اخويا. مالك تسمع كي عيطوا سير سير يلا سير على العيش وحدي ديك راه مغبرين ناري على الحاطه ثاني ناري 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 على كي ندير انا يا الحمر كي ندير انا كي ندير وانا جاي انا جاي او تشطلات عليا بزاف. السلام عليكم. سلام جيجي بخير بخير هاني ماك تعطلتي. شتي فلوس؟ ها هما الفلوس رانا شادو فيدي ها. راه حيت شهر 400 هي اللي غنمشي بها للحمام صافي. ايوا نيسا مزيان تمشي للحمام تحيد الحالة هذا. ايوا ضروري. ايوا ضروري باش شي قال جات داك الموسخ وخانت. شناهو؟ واش جات شي قال بركة وراك عارفة. لا 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 ما كاين حتى حاجة في العشية. علاش؟ واش كنقول لك داك كنقول لك راه حنا غاديين كنوجدوا للعرس ديال بنت خالتي. علاش بغيت الفلوس؟ باش نمشي ناخذ الثوب اللي قلت لك. وي ما مسالياش الليلة. لا ما مسالياش. واش شاد دابا السبت الجاي؟ ان شاء الله. سير سير. يلاه سير سير. شويه بدا ديك الحاله ودور ديك الحاله شويه. سير تهلا ان شاء الله. معليش ماشي مشكل. تدبر راسها واخا ما عنديش ريال ما بقى عنديش حتى درهم دبر راسها بحال ما يفهم. ما لا ساهل. دابا نشدها ونخلف منها هذيك 16000. الله السلام عليكم. وعليكم السلام. الله غير سبقات قرا. الوالي لاباس سالي سي القرايه. وي لي دايما الوالي واش عاجبك التمال ابويا؟ مازال ان شاء الله غنقرا وانا راك عارف الحلم ديالي وندخل البوليس. مازال ان شاء الله نولي بوليسي وضابط ممتاز ونحيد من هادشي ان شاء الله. ان شاء الله وليدي القرايه اللي انت ضيعتي فيها عمرك وضيعتي فيها سنين. انا وليدي راه ما بانت لي حتى شي حاجه. نوض وليدي غدا الصباح ويلاه تمشي تخدم معايا. لا والو الوالدي اصلا جايب بحال الخبار اللي زوين. داير اش الخبار؟ هو الامتحانات كاملين اللي دوزت دابا ما نزلتش على 18. ان شاء الله راه غنشد الباك بنقطه زوينه. قلت لك انا كنطلع حتى قداو هادو اللي شدوا الباك ما عرفتش اش دايروا بالباك. وعرفت انا باغي نوصل للحلم ديالي باغي نولي ضابط ممتاز. والوالي خاصني واحد 500 درهم. 500 درهم؟ ديال اش هاد 500 درهم تاعي؟ والوالي كاين واحد الكونكور في ستاف ديال البوليس بغيت انا باش نمشي على الاقل داك الشيء الحلم ديالي كنتقاتل عليه والدم هذا اللي كنضرب في القرايه والنقاط
ان شاء الله غيكون بحال الامال وغنخرجوا من هذا الشيء. ما بالي ما كاين تقاتيل عندك تقاتيل يقول كتقاتل انا نوض بعد مني انا ما عنديش حتى باش نمشي للحمام قاعد. واه بارك عليا انا كبرتك من نهار مات تمك وانا هازك خليني انا نعيش حياتي انا شويه 500 درهم وفين قسيمو تي انا كنت نسخن في الدكه واش هاو الحمد لله تربي الدكه بسم الله شاول بريله شي زين شنو زين واه حنا مسلكين صح ايه نسيتي زين زين الحمد لله السلام في الغبور واه دير مع الوقت وصافي شفتي واش درتي مسوس السكر تقعد سكر سبادا كلشي عندك مقادي ديما السكر بوطا واش غديري فاش كتصنع روتين ترى الكاميرا ديال ناسيونال جيوغراف مشكلة كاين شي ولا والو واش نحو روتين وداك الدمدوم بريكسي طاحتي عليه ديك بالله ما ضروري انا جالسه كنحلف فيه شويه بشويه او تنهار تا هو يمشي ليه حبوس بنص عندك ايوا ان شاء الله يفاشيك عاوتاني سيمو واش انا كنمشي نجيبو من هكا وتديهم ليا من هكا ايوا الا بغيتي واحد المزهره هادي الملكه اش هو المشكله دابا كنا كنجيبهم ليك وكدير بهم شي حاجه ما كدير بهم والو واش انا نسالك هذا باش تكون دايره النهار وسن تهضر فيك شكون داك عطاك الكوافور صباحي الشعر ها ايش بس وين ديال سيسي ايه هاي اللقطه ليا لا علي ما فيهم فايده غنجيب انا من هوك ديال تم هوك تي راكي الزين ديالي تي راه الزين ديالكم هادو اللي كيخليوك الدوي انت تبغي كيما تبغيني انا شوف شنو بغيتي باش من اسي بالصوص شو شري بالك انت طلي 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 شد ديك الكاميرا تخشيلك هنا ما نحن نصوروا بنا مشاهدينا الكرام نتواجد الآن بمنزل وارجي معي صحافي يا أخويا جاي معك صحافي جاي معك كل شيء قد قد نوت تخدم وتهز راسك خلاص عقول لي احنا امتى غنهزوا ريوسنا عقول لي تي ما انا خدام شو تي انا خدام يعني انت خدام شنو كدير كنت هلاك كدير فيك تي الخدمه ديال السين ديال ما نجمعوش حنايا ما غنجمعوش واحد لا غنجمع ان شاء الله نمتى شدي الكيس تي شدي الكيس نخبوك يا رزاليندا اسين سوس لو ما كانت المرايا يا ربي تولي واش تولي الله يرضي الله وبارك ولا تزيد واش غندير بحال ديك العجله الاولى يلا واه هاي السلام عليكم ناري ناري عزين ديالي نهار الشوبية وفين؟ بخير شي مزيان لاباس الحمد لله بخير لا لا دابا ما نغسل دابا نغسل وي وصافي تغسل بعدا عديزة وي راه عديزة وسيري انا باقي ما تخلصتش حتى العشية راه غنتخلص نديرو شي بروغرام شي جلسة عشية ثاني صافي حنايا باش جايين دابا وراه قلت لك السيمانة ديالي والسيمانة ديالك هاد السيمانة راه كاملة ديالك هذاك الشيء اللي غنشد غنجيبوك صافي يلاه ما تعطلش معاش لا انا شوية وغنسالي يلا صافي يلا الله يعاونك نعم ديري هاد الزعورية والشهوبية المهم شي كملنا هاد الخيشات تا غفرنا الله الدول واه وحنا سالينا دابا الساعة ديال العشية هاد الباترون كاع ما جا عند واحد ها هو جا
أهلاً. السلام عليكم. كدير ولدي لاباس بخير؟ كدير بخير؟ ما الوالد ما جاش ولا ما؟ الوالد عيان شوية راه صافك واحد الأمانة ديالك. صافي الخدمة ناضية كلشي. صافي قول لي الخدمة راه ناضية، قول لي راه السلعة دخلتها كاملة. بسم الله. كاملة هذي؟ كاملة راه كلشي شبع. أكو نزتين واحد 4000 من عندك حتى السيمانة الجاية ونعطيها لك. والوالد دي ماشي يعطيك أصاحبي. أييي راك عارف الوقت. داك السيمانة عطاك 4000، السيمانة أخرى 4000، وما فهمتش أش دير بهاد الفلوس أصاحبي. واش ما عندك شي 4000 دابا تزيد؟ مجوج ما شابعك كرامه. دير المصاريف راه كلشي غلا وصافي. يلا حيد عليا صافي نمشي نبدل الحوايج. الوالي لا عطاني راه غنجي. وسلم عليا ياك ما عيا الوالد ولا شي حاجه. شويه ضاربو البرد شويه. ما يكون عنده باس. وبلغ لي السلام. مبلغ مبلغ. يلا سير حيد شي حيد عليا الشراوط انا كل الشهيبه تسنى فيا تحطمت عليها كاع. لا لا خاصني نقلق خاصني نكمل ما بقى لي والو نوصل داك الشيء اللي كنت كنحلم به اللي كنت كنضرب عليه تماما من الصغر واخا الوقيته اللي احتاجيت فيها با تخلي عليا باغي يديني لبني وباغي يديني لتمام ولكن في كلتا الحالات هي كيبقى با وغنضرب تماما وقربت وغنوصل داك الشيء اللي بغيت وغنحيدو من هاد القهرين كنوعدك ما بقى لي والو وغنوصل داك الشيء يا ربي تسهل عليا يا دابا قول لي سمح محمد واش حنا غنبقاو بحال هكا حتى لامتى وحنا على هاد الحال من دار لدار من بيت لبيت مخزونين حنا في الزناقي حنا راه بزاف هادشي مناش ناقصنا ياك كيفاش ناقصك انت اخويا راه ما ناقصك حتى حاجه انا راه ناقصني الزواج ناقصني الحلال ناقصني انا ندير داري وليداتي العمر راه غادي كيجري رانا زايده في الكبر ماشي زايده كنصغار رحنا قلنا لك هذيك النهار رحنا صافي راه ما غادي نديرو شي حل تي مالك مزروبه عاد بان نتزوج ونتجمعوا حتى تي لا خويا مزروب الا كنتي تما مزروبش انا راه مزروبه واش انا راه مزروب اكثر منك واش انا كراه والله حتى تيسر الامور راك عارف امتى غتيسر الامور وانت جالس تخدم على ردمه قريب قريب ان شاء الله قريب قريب انا حاس شوف انا حاس غتجي شي خبزه ما ضانين فيها ما عارمين انا وياك غنتبرعوا اجي غيدقوا عليك ويعطيوك واحد الساك تاع فلوس سمحهم سمحهم الله يهديك وسير حنا غنبقاو بحال هكا غير قول ليا واش عاجبك دابا هاد الحاله ما عجبانيش انا صح ما عجبانيش واش مع راسك حتى الله يرحمك مكرهتش 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 واش انا كرهت راه الحياه شحال موك دير اش غادي سبحان الله تبقى تقول لي الحياه هكا دايره واش انت كتبات سهران صبحنا عسل للربعه اش من حياه عندك ليلك نهارك ونهارك ليل اش من حياه عندك وكتقول لي حق دابا تيسر والا بقيت بحال هكا راه والله صافي غنجلس دافر شي في دارنا هادشي اللي بان ليا انا تي من الدراهم دابا مين ما شي صافي صافي سي محمد انا خويا كتبان ليا نفسك بارده ملي كتصيفطني انا عند واحد باش نجيب لك فلوس ونمشي نجيبهم انايا وتجي تاخذهم انت ديرهم في جيبك اذا انت راه نفسك بارده ما على بالكش تي شنو نفسي لا راه هادشي اللي ولفتي ولفتي ناعس والفلوس كديرها كتلقى جنابك عامرين وانا هي الضحيه في هادشي كامل علاش نبغيك انا الا كتبغيني اخويا بين ليا واش بين لك انا واش انا نجي انا تخدم على راسك وتزوج بيا وندير حنا وليداتنا فين ندير وليداتي فين ندير وانا ساكنه مع الزوافري انا وهادشي كتشوفي الحياه عارف قلنا تفرحينا شويه قلت لنا المهم حيت شوف اسمي محمد دابا غنجيك مع الاخر ياك باش نكونوا زوينين انا والله ما ملقاي مع داك السيد البناي ولا معاك خويا هاد المره اللي هزيتها مع هاد السيد غنديرها في جنابي انا بغيتيني يا ولد الناس غدير معايا الحلال ما بغيتيش ضيعني ايوا راه هادشي هو المهم كيف ما كان الحال بناي بعدا راه معمر ليا جيبي لي صورته غنولي نمشي ندير الكونت عجبك الحاله ولد الناس بغيت دير معايا شي حال مرحبا ما عجبكش حال الله يعاون انت من طريق وانا من طريق انا هادشي راه ما مسلكنيش ياك عقلتي شرطيتك ديال الفلوس وشحال صرفت عليك زوينات عقلتي على المونتيف اللي ضربت عليك في الحبس الضرب والجرح مشيت تعديت على داك السيد قلتي لي حقاتي ديرونجيني نسيتي داكشي كامل شوف اسمح لي نسيتي تعدي الزياره ما كنتي تعيطي ليا ما صافي نسيتي الحب ونسيتي كلشي دابا تقولي لي شوف 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 ليا بحال هكا جوج كلمات قلتهم لك يا اما الهوك يا اما الهوك وانا ظهر لي غنمشي نشد مع داك السيد حسن لي مشى خويا نعمر الكونت نخلي الفلوس تمايا ورنا شي حاجه هاد الله لا ديتي حاجه ياك راه تيقولوا راكم ما تتنساو الخير اللي تيق فيكم العيالات انا نبين لك
بني انا نبين لك شنو قالت لي سميتو هذيك النهار رزاق ولا عبد الواحد عبد الواحد كاين في هذيك الدار فين حطيت هذيك النهار وصلتها صافي انا نبين لك تحل لك العينين اخ انا نوريك النفس كي دايره دابا واو دي تمارة والدرهم ما تدورش حنا دابا يلا بادي السيمانه ما عندناش الريال السلام عليكم السلام ورحمه الله بخير سيدي الله يحفظك نسول انا شو واحد انا سميت عبد الواحد بني معاكم هنا وقيل على الدار ولا شي دار اخرين عبد الواحد اه عبد الواحد اسيدي وانا ياك ما كاين باس وانت وانا ياك ما عندك شي بريكول ولا شي فايش ديال الرمله ولا الكايس باغي تطلعوا ولا شي حايط باغي يريد انا معاك خدمه اسمعوا وجهك اي واحد داك تما وجه تمر تمر راه كيضربوا على الرجاله كيضربوا على الرجاله وكيديو لهم العيانات فلوسهم توريا الشهبه اللي كتعطي الفلوس ما توريا تحت الباره ما توريا هايد يدك وتحت الباره راه نقولك شي هضره انا غتعاني توريا ما توريا اش وكدير فلوسك وكتجيبهم ليا مالك اشنو ملي مابقاش ما تجيب لي الفلوس انا غنقول لك الصراحه اللي كاينه كيفاش كيفاش اسمعني انت بداك تنسحبك انا شي واحد صغير حتى راجل كبير ودير فراسك الحاله تشمل هالة تشمل هالة تجيني نيشان مع هذا ما فهمتش اش كتخربق عليا انت ما فهمتينيش اش تخربق عليك السيده اش تضحك عليك كدير فلوسك وكتجيبهم ليا وكتشد تشري بهم سير هذيك الهضره كولها السيده كتضحك عليا باش كتضحك عليا باش عرفتي انت كتضحك عليا دابا انا جيت نترجل معاك كدور لي كلشي على ظهري دابا ياك جيت نقولك الصراحه باش تفيق من القلبه حيت حنا رجال ودريه ما ديرهاش بينا وانت دابا دير لي براسك اخويا اجي اجي لنا كيفاش وقول لي شنو باش عرفتي كتضحك عليا بين لي انت يقبل بين لك بين لي اسمعني يلا قول شنو عندك صافي صافي بلاش عطيني النمره ديالك حنا قلنا لك فين انت باغي تصاحب معايا باغي النمره عطيني النمره ديالك عطيني النمره ديالك باش نعرف هاد الهضره واش منها ولا ما منهاش انت كتقول لي كتعطي الفلوس باش عرفتي انا كنعطي الفلوس صافي دابا ما بقاش داوي بزاف ملي غتقال هادشي بصح غتعنقني صافي صافي النمره ديالك يلا الله يعاونك دخلت الله يعاونك تبعو كذابه قدام الباب وحنا غنشوف كيما غاتك عايشة انت انا ما درتش معاك بحال هكا راه عمرك ما غادي تعيش حاجه واش كاينين الحب ديالك انا انت واش مسطي ولا مير ها مصيبه كحلي زيد ريحنا وحنا ديما ولفتي ديما داخل عليك وديما نعيط لك وديما بقات انا ها ولفتي تصاري هذه زعما ولكن هاني هذا صري عليا ماشي مشكل عيطت لك باش نقول لك واحد الاخبار شنو هي الاخبار عاوتاني عيطوا لي في واحد المحل كبير بحال لوطيل ولا شنو هو معريض وقال لي تخدم جيره وما تهز ما تحط هادشي راه عطاوني 160,000 انا عطاك 300,000 ونشد انا 60 اش بغيتي ونتزوج ونريح تقول لي دفيتني ولا ضحك عليا تي من هادشي اللي كاين انت دوز انا وياك الحاره والحلوه من منين جيتي داوي افرحي خذي راحتك ايوا مزيان دابا دويتي وكل ما زيرتكش انا بحال هكا ما غدير معايا والو اوكي كنتسنى فيك انت اليوم غدا اليوم غدا ما كاين حتى حاجه شنو الشيطان اشوي ايوا الله ينعلو ويخزي دابا عاملين لنا لاطي وتحركتي حتى ودبرتي مزيان دابا انت شي تبغيني ولا لا كنبغي واش انا تنموش عليك انا واخا سيدي امتى غادي واش انا شحال ندوز انا وياك يجي واحد اخر يدي شي مسطي ولا مالك غير كنجربك انا ملي كنصيفطك وانا على عقولي هذه هي البلاصه اللي وراني هذه هي الدار القنشيه هي هذه الدار طب لا في صوني الو الو السلام عليكم واخويا انا هو عبد الواحد البناي اه
انا عند الباب اللي وريتيني عند الدار كاين قدام الباب. لا لا هود عندي ما نطلعش، هود عندي هود عندي يلا انا نتسناك انا قدام الباب. صافي واخا انا هابط على التكير. موبايل الخدمه ولا؟ السيد اللي شاف لي الخدمه وهادي قال لي عطيني ذاك حسن السيره مشيت شديتها وشي وراها قعد يلا مشي عطيني صافي يلا سير. فرحي وصافرة شي ضحكتي مالك راني فرحانة شي غادي شاعلي الشجالة وشطحيتي مالك لا انا خاصني نمشي ندير شي تليفون انت ما ديري تليفون لا والو رايحين باش نقول ندير يا صاحبي رايحين انا شي طالع دابا ايوا بعد الحمد لله بعد عمي دار هادشي يا ربي شحنا حنا راه بغينا عند السطر شحنا حنا نمشيو بالحلال السلام السلام خوتي بخير لاباس بخير شوف خدم بعقلك كون راجل معايا واش تا واش تا متاكد من هذيك التوريه اللي كانت انا كنت معايا شوف انا واش هي النيت عندك غتكون غالطه ودي لي حاجه ولا تكون ودابا تشوف بعينك يلا سير انا كنت راجل ما كون راجل معايا انا راجل هي اللي خاسر انا راجل او غتسمع بودك وتشوف بعينك لا الدنيا هاني معدا شوف معدا تا مو في سير 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 صافي طرقت المسمار ايوا مزيان صافي قريتي الشغل مع السيد شنو اللي مرضي الوالدين انت واش تحبني مسخوطة انا صافي مزيان ما قريتيش قولي لي اش كتبان لي ما بقيتيش ويلي ستايا هذاك مسكين راه ضحيه سميتو عبد الرحمن ولا سميتو عبد الواحد عبد الواحد ضحيه مسكين والله يا شهر ضحيه مسكين عرفتي شنو هو ما نعاودش كاش درت ليه مسكين وكنجي من السبت للسبت ندير لي ورا ولا قدام واحد النهار قال لي عندي 140 عرفتي اش درت ليه 140 ليه خليته مسكين بلاش الله يسمح لي من نقصه واخا كنتي كتنصبي عليا وكنتي كتصارحي انا كنت نغير انا واخا كنت كتغير واش انا راه كنت نديهم ليه ونجيبهم نعطيهم لك زعما انا كنت نفعت منهم ما درت منهم والو كنتي تعطيني كلشي زعما مسكين مسكين الله يسكت كنعطيك كلشي كشطيه ديت لي مسكين ما خليش ليك ديك لي ورا ولا قدام كلشي كبير ولا صغير ولا قديه؟ ولا راه كبير راجل قديش؟ اوه شي يولد مني 10 والله على قد الشيء هو خويا هو دار راسه في الدريات الصغار واش بغيت ندير؟ المهم راه خلص كان باغي يتزوج مسكين ولا شي دايما ولا قال لي باغي نتزوج ايه قال لك نديرو الدار ونديرو تنقول لك انا ار الله يبارك فينا عليه نكذب عليك ويلي مانيش بغيتو انايا دخلت عليك بالله دابا انا غنشوف هذاك واش مسطي شفتي تعجبيني انا بالتكبريا واش مسطي كان عاجبني على فلوسه من السبت للسبت كنت كندوز نطرقو فين كيقول لي نريحو انا وياك كلش حاجه ديما ما مسالياش ديما انا عندي خالتي ديما انا عندي واش تريحي ايوا هو كيقول شنو نقول لي عرفتي شنو هو كنت خاليها منه مسكين الريال ما كيتسلط على خو طلب الله يسمح لك اكثر اي والله يسمح لينا بجوج زعما كليتها بوحدي عادي دابا اش فكرك في هادشي دابا قول لي امتى غادي نقاد امورنا وقت اللي بغيتي من دابا انا ما عنديش مشكل صافي من دابا ايوا صافي المهم قول لي دابا باش نمشيو باش نصبقو صبقو الخياطه باش نصبقو نصبقو التريتو الماكله ها هو التريتو طلع شي ها سمح الله شنو واقع هادشي كيفاش اش واقع شو هو هذا اللي غادي يطيب لينا في العرس ديالنا قولي لي شنو بغيتي تاكلي اش بغيتي انا لا ندير لك بسطايله بالحوت ولا ندير لك بسطايله حلوه ولا ندير لك المشوي ولا ندير لك كلشي كاين كيفاش طريتي ورتي ما فهموني اش واقع سمحت اش واقع سولو كلشي هي اللي عارفه شنو واقع وبعتي راسك رخيصه انا ما شوف انا الحمد لله ما خسرت شي حاجه كل اللي يجي الحاب بدي ليا ليا نمشي هادو ونخليك وكذا تغدي سلك ما تعشي بيا السلام عليكم كنت كنصحاب بنت الناس كنت كنقول الدنيا هانية وتهلا فيها حتى هي حتى هي مسكينة ما عندهاش وباقا شابة وصغيرة وكنت ناوي معاك المعقول كنت غادي معاك ها بشوية بشوية بس انا ما درتش معاك شي حاجة خايبة انا ما مشيتش معاك شي حاجة الحمد لله لا جاتها في الفلوس فلوس كتعاود عرفتي دابا اش غدير الشايبه تعال تعال
سامح ليها. واش الله اللي سامح ليها؟ طلب الله يسمح ليها. انا مسامح. الدر قال لي وجهك ما بغيتش نبقى نتلاقى معاك. ما بقاش بغيت غير الرجاله. سيري 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 سمح لك هذا درويش مسكين درويش سيري في حالك. سيري 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 هاني با عبد الواحد ماشي هاني هاني بزاف سمعتيني الله يكثر من مثالك والله اش غنقول لك هذا مر رجال سمعتيني هذوك الفلوس اللي كنت ندي اودي انا مسامح انا مسامح انا اخويا راه عندي هاد العيب هذا الله يسمح لي مشي اودي انا ندخل سوق راسي ونتكمش ونمشي عند ولدي راه محتاجني في هذا الوقت انا بالك انا كنقلب على جوا منجل اسير با عبد الواحد واسم محمد تبارك الله عليك وبسلام عليك خويا سامحني انا مسامحك انا مسامحك تاش درتي ليا درس هذا تعلمت جيب هاد الفلوس وصافي صافي شوف خرجت قضيه رخيصه سير الله يسر لك شحال ديت ولكن هذا درس تعلمته سير الله يسر لك صافي نمشي نتكمش ندخل سوق راسي نقابل ولاد ولدي ونمشي سير الله يعاونك سير كيقول لك لبس قدك يواتيك صافي وانا اش غنقول لك صافي عبد الواحد حيت كان صافي عبد الواحد طيب شي ليا راسي وشا الدريه وشا كلشي انا اللي خاسر في هاد لافير كامله خاصنا تاني شي وحده اخرى تاني مين غنطيحوا عليها بقيتي داوي يا صاحبي درنا معاك المزيان سير اودي بحالك السلام عليكم. وعليكم السلام. اش كدير اولي؟ مول ولي. بار ديالك. عرفتي انا جايبك واحد الخبار كي داير؟ زوينه. زوينه بزاف. ايوا فرحت. انا باغي نفرح. تعريت. يا حبوبي ريح. ودير اش هاد الخبار اولي؟ باسكا مقداني. شوف 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 انا اللي غندوي معاك انا الاول. شوف اولي انا غادي نقول لك واحد الحاجه اللي ما عمرني قلتها لك. ما تخمم حتى حاجه. قرا وديها في قرايتك وكمل داك الشيء اللي ناوي. وكمل هذاك الشيء اللي باغي وما تضرب حساب اللي خاصك انا في جنبك ولي انا جاي نقول لك واحد الهضره غنجيك من الاخر لا شوف الكونكور ها هو الاثنين ان شاء الله غنمشي عندهم وشي غيتقال ان شاء الله ولي الخدمه الواليد هادشي كامل دارت عليه تماما وقرايه وخكا الصعوبات كاملين اللي دزت منهم النتيجه ديالو الاثنين ان شاء الله غنمشي عندهم وما كان غيكون على الخير وها حتى ودي انا شي حتى هذا الكونكور اللي معدك ما دير به الا بغيتي تكمل القرايه الاخرى قلت لي راه باقي لك شي قرايه اخرى طويله قلت لي باغي نكمل القرايه طويله مازال كمل انا نعاونك اوليد صافي 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 يلا وليد عول لي في عمرك يلا الله يرضيك الله يرضيك مو سامح